نعم سيف، دلوقتي احنا بنبدا ان احنا نخرم علشان نبدا نفرغها، نفرغ الايه عشان نديها الشكل اللي هو ايه مرسوم عليه او الورقه اللي هي مطبوعه عليه. كويس قوي، انت في حاله تخريم. بتخرم الورقه كلها على الرسم. على الرسم تمام. وبنبدا ان احنا بعد ما نخرم بنبدا ان احنا نفرغها على الايه؟ بالاركيت على الرسم. تخريمها ياخد وقت قد ايه بقى؟ يعني مثلا بتاع 3 دقايق. 3 دقايق بس؟ 3 دقايق. لكن بالنسبه للمنشار بقى يعني بتاخد بقى بتاعت مثلا قيمه ساعه الا ربع. بالمنشار ساعة. بالمنشار بقى بالمنشار. لما تيجي تشتغل بالمنشار. انت كده خرمتها. تمام. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. قول لي بقى، انت بتشتغل في الفتره دي من امتى؟ من عندي 9 سنين. ان شاء الله. عمرك كم سنه دلوقتي؟ 50. 50، يعني انت بقالك 40 سنه تقريبا. تقريبا تقريبا 40 سنه في المهنه. في المهنة. ما زهقتش؟ لا. انا كل عشان انا زمان من المهنة اللي احنا عايشين منها. يعني انت اول مرة جيت انا كنت متخيل انت هتستمر فيها، ولا انت جاي كنت جاي كده عبر سبيل؟ هو اللي حببني في المهنة الحاج اللي هو والد الحاج استاذ محمد. الحاج يحيى. هو اللي حببك في المهنة. لان هو راجل فنان. ده الورشاجي الكبير. فنان. فنان. يعني من الناس اللي بتعدى على الصلاة زي ما بقول. فنان. من الناس اللي بتعدي على الصوابع. هو انت لما تقول على حد فنان زي الحاج يحيى، فنان يعني تقصد ايه؟ فنان يعني راجل بيبدع في شغله، بيدي شغل اتقان، بيدي شغل صح. معلم. معلم كبير. مش كلام، ده حقيقي. وانت اتعلمت منه كتير؟ طبعا. اتعلمت ايه منه على وجه التحديد؟ كل حاجه، الامانه والصدق والشغل الكويس، الشغل اللي بيطلع نظيف. الفضة عايز امانه طبعا. وصدق. اكيد اكيد. لازم يبقى فيها امانه في الصدق. ما ينفعش فرش. لان اذا كنت انت كده مش هتنجح. لازم تدوا امانه عشان تنجح. مفيش تدوا امانه مش هتنجح. اسالك سؤال، هو الاجيال الجديده بتقبل على الشغلانه دي، ولا انتوا عندكم مشكله زي بقيه المهن؟ الشغلانه في اندثار. في اندثار؟ يا انت ليه متشائم كده؟ لا مش متشائم، دي حقيقه. لان دلوقتي كل بيتجه لحاجه ثانيه. يعني معلش انا اسف، يعني التكاتك دي طبعا خربت الدنيا. خدت الاسطوات. خدت الشباب. خدت الشباب. وخدت الصبيان يعني. لان هو كله بيدور على السهل. لان طبعا احنا نعتبر كده احنا اخر جيل خلاص. اخر جيل؟ لا صراحه بقول لك احنا اخر جيل. يعني بعد عمر طويل كده خلاص مش هتلاقي حد يصنع ولا حد يصلح ولا حد يلمع ولا حد دي حقيقه. ليه الفضه مش مربحه بالنسبه للصناعي؟ مش مربحه. ولا مش سهله؟ مش سهله، ومفيش حد دلوقتي. الناس على السهل مش عايز يلعب. زي حالتنا زي ما اهالينا وجهونا. يعني انت مثلا ما قدرتش تجيب شابين صغيرين تعلمهم وتذاكر معاهم؟ جبنا بس ما فيش حد بيطير. بيطير. مش حد بيقعد. ما حدش بيعشش وقعه. خلاص انتهت. انت ممكن تقعد عدتك دي قد ايه؟ كام ساعه؟ انا بقعد من 11 للساعه 7. من 11 الصبح للساعه 7. بتشتغل الشغلانه دي. بتعمل ايه بقى؟ قول لي احكي لي كده. انت خرمت. انا خرمت، ببدا اشيل الريش اللي في الظهر. هتشيل الريش. الريش. مطرح التخيل. بالمبرد. جميل. بعد كده بنبدا ان احنا ايه هننشر. ده المنشار. منشار اركيت. هنبدا ان احنا نفرغ الايه. نفرغ على الرسمه. على الرسمه. يعني صعصار. طبعا اتقان واعصاب وتركيز وكل حاجه، بس انت تطلع شغل في الاخر شغل عالي الجوده. تقول عليه شغل عالي الجوده. عالي الجوده. دي رسمه زي دي تاخد منك قد ايه؟ التفريغ ده. التفريغ ده ياخد من ساعه الا ربع لساعه. ساعه الا ربع لساعه. ده على سنه انت متمرس. لكن ما حدش يقدر يشتغل الشغلانه دي الا واحد يعني بقى له عمره. لازم. ايوه، ما هو لازم يبقى فيه تعليم عشان تطلع زي المذاكره. زي عشان تنجح انت تتعلم عشان تطلع شغل كويس. بس دي معتمده على على ايديك بالاساس. يعني واضح ان ايديك والتوافق العصبي العضلي وعينيك. اعتقد النضاره دي طبيه. ولا انا غلطان؟ طبيه. طبيه نظر. ايوه نظر. ايوه. نظرك قد ايه على قد ايه؟ لا ما اعرفش. بعد ما بتخلص ديت في واحده جاهزه. قول لها هتروح فين دي؟ دي دي ماشي. دي عملتها خلاص. عملتها خلاص. سليم.
عند ان احنا سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وكل اعوذ برب الناس جميل. هنبدا ان احنا نفرغها من ننزل الاطار دوت عشان ايه الشكل اللي تطلعها بقى زي هنا دي هتبقى زي دي تمام. نبدا نسقطها من بره. احنا كده خلصنا جوه انت فرغت جوه خلاص انت هتقص بقى من بره ننشر من بره بحيث ان احنا نديها الشكل بتاعها دوت كويس. وبعد كده طبعا زي ما قال لك رز محمد دي بتطلع من بنحرقها وبعد كده بنحطها على دي نفسها لا اللي هي دي انا مش فاكر ان هي دي كده هنكررها خلاص. هتروح فين بعد كده؟ هنحطها على النار نشيل الورق دوت هتنضفها من الورق تمام وبعد كده نحطها في الغلايه عشان تدي اللون الابيض دوت يعني اللون الابيض ده طبيعي ده انا بحسبه ابويا. لا والله بحسبه ابويا بحسبه كنت لا 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 يا استاذ يعني الفضه بتبقى بيضه بالله. ايوه بتتغلي حاجه اسمها الغلايه دي بتغلوها على قد ايه كام درجه؟ لا مفيش درجه لا هي درجه بارده درجه بارده هي بارده زي ما هي بس احنا بنسيب الشغل بتاع يومين على اساس ان هو ينضف. يعني هي بارده بتسموها غلايه وهي بارده بس غريبه شويه تسموها غلايه وهي بارده يعني هي بتنضف الشغل بنقول عليها غلايه عشان بتنضف الشغل يعني ما لهاش علاقه بالغليان. لا انا بحسبها شوف يعني انا هنا اللي ما يعرفش يقول ما يقولش عدس يقول عدس طبعا يعني الاولانيه بحسبها انت بتلونها لا الثانيه بحسب الغليه بتغلي ما ينفعش يا انت هنا بتشتغل بالمنشار وبالمتقاب حاجه تاني؟ لا امال شايف انا معظم المنظر تنظيف لما بقول معظم مثلا اخش الحمام اشرب لازم انضف ايديا لازم انضف ايديا مني كده نزل كل ده في الدرج. البرادة دي بتستخدموها بعد كده؟ بتسيح تاني بتشتغل تاني بتشتغل تاني ايوه تنجمع تاني بتشتغل تعملها شغل. هو انت لو بنتك عايزة مثلا حاجة في ايديها تجيب لها ذهب ولا فضة؟ والله على قد امكانياتي بقى على قد امكانياتي بقى اجيب لها فضة معايا فلوس اجيب لها ذهب معيش فلوس اجيب لها فضة يعني الفضة هنا بتحل المشكلة طبعا